وتعتبر إقامة معرض ومؤتمر دفاعي بمستوى عالمي في البحرين نافذة لتسليط الضوء على تطلعات المملكة الرامية إلى تطوير قوات المسلحة حديثة، كما أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل نجاحا كبيرا للمملكة من خلال استقطاب اهتمام واسع مع التركيز على القدرات التي تتمتع بها البحرين كوجهة مثالية للمعارض والفعاليات العالمية. يشكل تاريخ مملكة البحرين مصدر إلهام لأبنائها، ويرتبط مستقبلها بذلك التاريخ وبحاضرها المزدهر. أرض الخلود والملاحم والأساطير، في مسعى دائم لترسيخ مكانتها العربية والدولية في شتى المجالات، وتستقطب اهتماما متزايدا في كل مناسبة وفعالية تقام على أرضها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وثراء أهلها المعرفي. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع هو واحد من الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها مملكة البحرين، والتي تحظى باهتمام دولي ومتابعة على أعلى المستويات. فقد أعلن قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا رئيس المؤتمر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مؤتمر صحفي عن إطلاق مملكة البحرين، وبرعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الأولى خلال الفترة من 16 لغاية 18 من أكتوبر 2017. المعرض من تنظيم شركة كلاريون إيفنتس التي تعتبر أكبر منظم لفعاليات الدفاع والأمن في العالم، وهو بالتعاون مع قوة دفاع البحرين ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. يعتبر معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك أول معرض دفاعي شامل تحتضنه البحرين للوسائل الدفاعية الثلاث، حيث يغطي المعرض والمؤتمر الدفاعات البرية والبحرية والجوية. تعتبر إقامة معرض ومؤتمر دفاعي بمستوى عالمي في البحرين نافذة لتسليط الضوء على تطلعات المملكة الرامية إلى تطوير قوات مسلحة حديثة، كما إن المشاركة في هذا المعرض تمثل نجاحا كبيرا للمملكة من خلال استقطاب اهتمام واسع مع التركيز على القدرات التي تتمتع بها البحرين كوجهة مثالية للمعارض والفعاليات العالمية. بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه كل من قوة دفاع البحرين وسلاح البحرية الملكي البحريني وسلاح الجو الملكي البحريني، فقد حظي المعرض بدعم العديد من الشركات الدولية التي أكدت مشاركتها في النسخة الأولى من هذا الحدث. يقدم معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع فرصة كبيرة للشركات لاستعراض أحدث المعدات والتجهيزات والقدرات العسكرية، كما يقدم المؤتمر المصاحب منصة مثالية للالتقاء بأبرز صناع القرار في الحكومات والجيوش والصناعات الدفاعية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها هذه الصناعة ولمناقشة مجالات التعاون. يشهد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العسكرية الدولية وممثلين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة مصنعة دولية وموردون لأحدث المعدات العسكرية والتقنيات والأنظمة الدفاعية،
علاوة على حضور آلاف المهتمين والمختصين من خارج المملكة. وسيتم استعراض أحدث المركبات العسكرية وهياكل الطائرات، كما يتضمن المعرض عروضاً فريدة تشمل تمارين رماية حرة وعروضاً للسفن الحربية وتنفيذ تمارين هبوط مظلي.